السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان راح أجاوب على أغلب الأسئلة اللي وصلتني بخصوص شروط الضمان المطور. قبل كم يوم أنا نزلت شرح خاص بشروط الضمان المطور، للأمانة وصلتني أسئلة كثيرة جدا جدا. أنا شخصيا اتصلت على الدعم الفني وسألتهم عن الأسئلة اللي وصلتني والحمد لله أفادوني. يعني أي شخص يعني شوف سؤاله يعني مو من ضمن اللي أنا ذكرتها أو الإجابات اللي أنا رديت عليها، يقدر يكتب السؤال بالتعليقات أو يتصل على رقمهم الموحد 1-99-11 وراح يفيدونا بإذن الله. طيب يا أخوان، من أهم الأسئلة اللي وصلتني أنا شخصيا، يقول لك أنا شخص أعزب عمري أقل من 25 سنة، هل يقبلوني أو ما يقبلوني وكم العمر المطلوب؟ شوف يا أخوان، لازم يكون عمرك أكبر من 25 سنة. إذا عمرك أقل من 25 سنة بشروط، بالنسبة للرجل لازم يكون متزوج، سواء عنده أولاد أو ما عنده أولاد لازم يكون متزوج عشان يقدر يقدم طلب ويقبلون طلبه بإذن الله. بالنسبة للمرأة يا أخوان، المرأة لازم تكون مطلقة أو أرملة، غير كذا ما راح يقبلون طلبك أبدا. حتى الشخص يعني صاحب الإعاقة، كلنا نعرف أن الضمان القديم أصحاب الإعاقات وعندهم تقارير طبية، حتى لو عمره أقل من 25 سنة كان يمشي للدعم، لكن الآن بالضمان المطور ما راح يمشي للدعم إذا كان عمره أقل من 25 سنة. واضح يا أخوان؟ طيب يا أخوان، بالنسبة للأعزب اللي عمره أكبر من 25 سنة، شنو الشروط المطلوبة عليه؟ الشروط يا أخوان لازم يثبت السكن، يعني يكون عنده منزل باسمه شخصيا أو يكون عنده عقد إيجار إلكتروني باسمه، غير كذا ما راح يقبلون. حتى لو كنت ساكن مع أمك، مع أبوك، مع أخوك، إذا ما جبت منزل باسمك أنت شخصيا أو عقد إيجار سواء للرجل أو المرأة ما راح يقبلون طلبك. طيب يا أخوان، بالنسبة للأرملة سواء كان عمرها أقل من 25 أو أكبر من 25، شنو اللي مطلوب عليه؟ لازم عقد إيجار أو لا؟ بالنسبة للأرملة يا أخوان، اللي أنا لما أفادوني أنا شخصيا الدعم الفني في الضمان، قالوا الأرملة إذا كانت ساكنة في بيت منزل يعني باسمها أو منزل باسم زوجها المتوفي، أو تكون ساكنة عند أبوها أو عند أخوها، ما عندك أي مشكلة تدخل على المنازل بحسابها، تدخل هنا على المنازل وتضغط على تعديل من هنا وتطلع لها خيارات. من ضمن الخيارات يقولك حالة الوحدة السكنية، تضغط على ملك. ومن الأسفل يا أخوان أهم نقطة هنا، أسر متعددة بنفس المنزل، تضغط على نعم، يعني هي ساكنة مع أبوها أو أخوها أو عمها إلى آخره. واضح يا أخوان؟ تضغط أسر متعددة بنفس المنزل، تضغط على نعم من فوق ملك وبعدين على نعم، وباقي الخيارات يعني تعبيها بالشكل المطلوب. بالنسبة للمطلقة يا أخوان، أهم نقطة هذه المطلقة يا أخوان، المطلقة إذا ساكن بيت أبوها نفس الطريقة، ساكن بيت أبوها تضغط على ملك، ومن الأسفل أسر متعددة، نعم إذا كانت ساكنة عند أخوها إلى آخره، ما عندك أي مشكلة. أهم شيء إثبات سكن، يعني ساكنة عند شخص معين. بالنسبة للمرفقات ممكن يطلبون صك المنزل، يعني إن البيت باسم أبوها أو زوجها إلى آخره، أرفق لهم صك المنزل وما عندك أي مشكلة. إذا قالوا لازم ورقة من عمدة الحي، جيب ورقة خارجية من عمدة الحي، يعني فلانة بنت فلان ساكنة عند فلان الفلاني ومختومة من عمدة الحي وما عندك أي مشكلة. هذا إذا طلبوا هذه الأوراق، يعني ضروري أنك ترفقها. ولكن الأغلب المطلقة والأرملة إذا كانت ساكنة عند أبوها راح يطبقون الاسم وما راح يطلبون منها عقد إيجار إلكتروني. واضح يا أخوان؟ طيب يا أخوان، بالنسبة للمطلقة اللي عندها أولاد، هل يزيد الدعم؟ نعم يزيد الدعم إذا كانت مطلقة عندها أولاد، راح يكون راح يزيد الدعم بإذن الله، وراح يجيها دعم زيادة بإذن الله. طيب يا أخوان، إذا كانت مطلقة والأولاد مع أبوهم ولكن أبوهم يمشي له ضمان المطور، يمشي له الدعم، تقدر تسجلهم عندها ولا لا؟ بحالة واحدة، إذا كان عندها صك ولاية أو صك حضانة راح تسحبهم من أبوهم إلى حسابها هي، وراح يزيد دعمها بإذن الله. إذا كان أبوهم عنده دعم وهي ما عندها صك حضانة أو ولاية ما راح يقبلون طلبها مع التابعين. بالنسبة يا أخوان للغير سعوديين المقيمين، يعني النازحين أو القبائل النازحة، يعني يقدرون يسجلون بالضمان المطور أو لا؟ شوفوا يا أخوان، جميع القبائل النازحة إلى هذه اللحظة
ما راح يقدرون يسجلون ابدا، يعني ممكن بكره او الاسبوع القادم او الشهر القادم ممكن يجي يعني امر لهم الله اعلم، ولكن الى هذه اللحظه ممنوع التسجيل بالضمان المطور الا بحاله واحده فقط، يكون عمره اكبر من 25 سنه ويكون صاحب اعاقه، لازم يكون يعني عنده تقرير صاحب اعاقه ويكون عمره اكبر من 25 سنه، واذا كان عنده تابعين ما راح يقبلون التابعين ابدا، يسجل بروحه ويكون صاحب اعاقه ويكون سكن مستقل ويكون اكبر من 25 سنه، هذا بالنسبه للمقيمين مو السعوديين، الغير سعوديين القبائل النازحه لازم يكون صاحب اعاقه وعمره اكبر من 25 سنه ويسجل بروحه، ما يكون معه تابعين، ويثبت السكن، اثبات سكن لازم مطلوب منه هذا الشيء. انا ان شاء الله اني ما نسيت بعض الاسئله، يعني انا مسجلها هنا يعني عندي. صاحب الاعاقه، صاحب الاعاقه برضو قلت لكم يا اخوان تكلمت، اذا كان عمره اقل من 25 سنه ما راح يقبلون طلبه، لازم يكون عمره اكبر من 25 سنه، راح يحولون اصحاب الاعاقه يحولونهم الى التاهيل الشامل، وتوقع والله اعلم ممكن يزيد الدعم في التاهيل الشامل والله اعلم. هذه بعض الاسئله اللي وصلتني وان شاء الله اني جاوبت عليها. بالنسبه يا اخوان اللي ما عنده سكن نهائيا، يعني ما عنده اوراق تثبت سكنه، لازم عقد ايجار الكتروني، غير كذا ما راح يقبلون ابدا. اتمنى اني افدتكم ولو بشيء بسيط، اتمنى لكم كل التوفيق، شكرا لكم.